مرت سنة والعين يعشقها السهر، ومرت سنة والشوق باقي من محا، ومرت سنة والقلب ذابح الهجر، ومرت سنة والهجر عيّة مستحى. اي والله مستحى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من ببجي. غبنا وغاب الابداع ورجعنا نعد الاوضاع. المعذرة طبعا، ما ودي اذكر الاسباب الغياب لاني باخذ لي مقطع كامل، لكن 2 hours later. المهم ما علينا. فشكرا لمانا اللي سألوا في الكومنتات، اشهد الله انها كان اكبر حافز لي للعودة. انا توني انتبه ان شخص واحد بس معي وداخلين ضد سكواد. طيب نشوفكم في الجيم الجاي. قدامي سكوادين. اوكي، في 2 هناك و2 هناك وبعدين 4. طيب خلنا نشوف، بنلتقي في العمارة الزرقاء وفي 3-4 اليميني، ونقول بسم الله. اليو ام بي، وما ادراك ما اليو ام بي. بس خلنا نحصل لي درع وخوذه. اوكي ما بنقول لا. طبعا رجال في بيتنا. I'm so sorry. درع ليفل 2. اكيد ان الربع بيجون من هذا الاتجاه. بحصل لي درع ليفل 2 بس يكون الوضع واضح. وهذا الصيدة الثانية. اوكي ليتس جو. في سكواد ثاني. ودي اروت بس في الادرينالين زاد. المشكلة ان اخوي ساحب علي. اوكي في مستوى. من اهم شروط الفوز في ببجي انك ما تنجذب للباكج. لكني بروح. ربي هو جاني، انا ما راح اطلع. باقي 8. في واحد ورا الشجرة هذي. أدري هذا خوية ولا جاي يقتله. جا هيد شوت كف بيسعف خوية حبيبان. اوكي لا زون عندهم الوضع. اوه هيل نو.
الوضع 50 ثانية ونموت. لازم موتر. يا اخوي انا ايش اسوي فيك انا؟ حرام والله حرام.